الولايات المتحدة الأمريكية فاجأت روسيا وإيران مرة واحدة، وذلك من خلال الكشف عن العديد من التفاصيل الخاصة والسرية عن منشأة إيرانية سرية موجودة في الداخل الروسي يقومون بعملية بنائها، وذلك ليمكنوا روسيا من صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية بنفسها. كلها جاءت هذه الأمور بتفاصيل قد نشرت في 48 ساعة الماضية على الأسوشيتد بريس وعلى CNN الأمريكية وعلى لسان المتحدث باسم المجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، وطبعا نشروا صورة قادمة من القمر الصناعي لهذه المنشأة الخاصة، وقالت المخابرات الأمريكية بشكل واضح وأيضا جون كيربي بأن هذه هي المنشأة المرتبطة بصناعة الطائرات المسيرة الإيرانية التي بدأوا بعملية إنهاء بنائها طبعا في الداخل الروسي. وطبعا كانت هنالك تفاصيل مهمة للغاية قد نشرت عن هذه المنطقة قبل أي صورة قادمة من القمر الصناعي. وعلى فكرة هذه الصورة هي قد التقطت من قبل المخابرات الأمريكية عبر الأقمار الصناعية في 3 أبريل من هذا العام. قبل هذا كانت هنالك الكثير من المعلومات التي نشرت عن هذه المنشأة على الوول ستريت جورنال كما تلاحظون في 5 فبراير، وقالت وأكدت المصادر الاستخبارية للوول ستريت جورنال بأن هنالك وفدا إيرانيا قد ذهب إلى منطقة يطلق عليها تترستان وتحديدا يالابوغا كما تلاحظون، وأكدت أن هنالك رغبة من هذا الوفد الإيراني لعملية إنشاء منشأة خاصة في بناء طائرات شاهد 136، وبأن هذه المنشأة بمجرد ما ينتهي العمل بها سيقومون بعملية إنتاج 6000 طائرة مسيرة من هذه الطائرات، طائرة شاهد 136 المفخخة التي لا زالت تصدرها إيران إلى روسيا لكي تستخدمها في الحرب الروسية الأوكرانية. وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى صورة القمر الصناعي التي طبعا نشرت على الأسوشيتد بريس وحتى على CNN الأمريكية، وحاولنا أن نأخذ بعض العلامات لكي نلاحظ، لكي لا نكون في منطقة تكون فيها المباني كلها متشابهة وهذا أمر محتمل، سنلاحظ أن هنالك بعض العلامات المميزة في هذا المبنى. طبعا اللون أبيض، وبأن هنالك دوارا نوعا ما هنا بهذا الاتجاه يأتي كمدخل لهذا المبنى طبعا، وأن هنالك فرعا يتوسط هذين المبنيين. وهذه طبعا لكي عندما نذهب إلى القمر الصناعي ونتأكد من التفاصيل نكون أمام المبنى بالضبط الذي صورته طبعا الولايات المتحدة الأمريكية. وكما نلاحظ هنا هذه العاصمة الروسية موسكو، وهنا تاترستان التي تم الحديث عنها، وتحديدا منطقة يالابوغا التي تأتي هنا في الشمال، تحديدا هذه المنطقة التي تتواجد، وتحدثت CNN الأمريكية والمخابرات الأمريكية عن أن هنالك المنشأة بهذا الاتجاه وأنها موجودة هنا. هذه هي تاترستان، ولنتجه الآن إلى يالابوغا التي تقع طبعا إلى شمالها تقريبا. هذه هي يالابوغا التي ترونها إلى شمالها، هنالك هذه المنطقة الصناعية وهي منطقة ألابوغا الصناعية، وسنلاحظ بأننا أمام الكثير من المباني، وواحدة من المباني التي تشبه المباني التي ركزنا عليها هي هذه الأربعة مباني التي تأتي أمامكم. وطبعا واضح جدا نحن ركزنا على مباني باللون الأبيض، وأن هنالك دوارا يأتي كمدخل تقريبا لهذا المبنى، وأيضا أن هنالك نوعا ما شارعا متوسطا من خلال هذه الصورة التي نتحدث عنها، واضح بأنه موجود. وبالتالي ها نحن أمام نفس هذا المبنى، وهذا المبنى واضح جدا بأنه قديم، أي أننا لسنا أمام هذه المباني، بل هذه المباني هي التي التقطت لها الصورة، واضح بأنها مباني حديثة. وعندما تقترب منها قليلا ستلاحظ، خاصة عندما تتجه إلى الشمال، سنكون نحن أمام بالضبط نفس الصورة التي نشرتها الأسوشيتد بريس لهذا الموقع المهم والخطير للغاية في نفس الوقت. وطبعا كانت المنطقة الخاصة والقناة الخاصة على اليوتيوب الخاصة بهذه المنطقة، منطقة ألابوغا ديفلوبمنت، المنطقة الصناعية طبعا، نشرت كما تلاحظون هنا في الصورة الخلفية هنا بهذا الاتجاه، عندما نقترب منها ستلاحظ بأنك أمام نفس المنشأة مرة أخرى كمشروع جديد قد بنوه. وأيضا كان هنالك مقطعا قد نشر قبل 4 أشهر فقط، تفتخر هذه المنطقة الصناعية بإنشاء هذه المنشأة التي ترونها والمنشآت التي أشرنا إليها الآن.
وتاريخ المقطع إذا ما اقتربنا منه ستلاحظ بأنه في 16 يناير. الأمر قريب للغاية كما نلاحظ، وبالتالي نشروا هذا المقطع كيف أنهم بنوا هذا المبنى وهذه المباني، وتلاحظ أن المباني كيف أنها أصبحت كبيرة للغاية. وأيضا في نفس الوقت ستلاحظ بأن الصورة الأخيرة توضح لك بأنك أمام نفس المباني التي أشارت لها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي ستكون مرتبطة بمسألة بناء طائرات شاهد 136 المفخخة. بل بالإضافة إلى ذلك أن كان هنالك مقطعا آخرا قبل هذا المقطع الذي نشرته ألابوغا أو المنطقة الصناعية الخاصة بألابوغا أو ألابوغا ديفلوبمنت، ونشرت بهذا الشكل في 12 يناير قبل 4 أيام من المقطع الذي عرضناه كله، وهذه طبعا من هذا العام تحديدا، وكانت عبارة عن مسألة زيارة مهمة. هنا التاريخ 12 يناير كما تلاحظ، كلها كانت عن مسألة مرتبطة بزيارة قد قام بها حاكم تتارستان بنفسه إلى نفس المنشآت التي تحدثنا عنها بمجرد ما انتهوا من عملية بنائها أو مباني قريبة منها. وتلاحظ بأنك أمام بناء طائرات مسيرة روسية، أي أن الأمر ليس غريبا على هذه المنطقة تكون هنالك صناعة للطائرات المسيرة، وهذا يعطيك مؤشر آخر بأنك لست أمام شيء غريب أبدا. وطبعا إذا ما قمنا بالنظر إلى اللقطة الأخيرة من هذا المقطع ستجد بأنه كان موجودا في ألابوغا من طبيعة زيارته طبعا، وبالتالي هذا يؤكد بشكل دامغ بأن أننا أمام مباني جديدة تتحدث عنها المخابرات الأمريكية، وبأن هنالك صناعة للطائرات المسيرة في هذه المنطقة، وقد زارها وفد إيراني مؤخرا أو في 4 أشهر و5 أشهر الماضية. ما الفكرة الأساسية من هذه المسألة؟ الفكرة الأساسية هي تمكين روسيا من عملية أن تكون قادرة بنفسها على صناعة الطائرات المسيرة بنفسها، بدلا من أن ترسلها طبعا إيران إلى روسيا وتستمر في التعرض إلى العقوبات وإلى الضغط. وبالتالي هي مناورة ذكية من قبل إيران ومن قبل روسيا للتخلص من أي ضغط إن كان أمريكي وإن كان من الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن إيران الآن أصبحت قريبة للغاية من العودة للاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الغرب بشكل عام، وبالتالي هي طريقة ذكية للغاية. ولكن لا زالت إيران ترسل هذه الطائرات المسيرة إلى روسيا بهذا الشكل المباشر، وخاصة عبر بحر قزوين أو حتى عبر الجو، وهذا مستمر وقادم من قبل المخابرات الأمريكية، هي التي أيضا أكدت هذه التفاصيل مرة أخرى على CNN وعلى الأسوشيتد بريس، ونشرت هذه الصورة التي ترونها التي توضح بأنها الطائرات تنتقل من طهران إلى أمير أباد وبعدها إلى ماخاتشاكلا التي ترونها هنا، وبعد ذلك طبعا تدخل إلى روسيا، تنتقل إلى نقطتين بهذا الاتجاه إلى بريموسكو أختارسك، وكذلك تنتقل إلى هذه المنطقة الأخرى التي تأتي في الشمال من روسيا وتأتي حدودية مع بيلاروسيا وهي شيشا. وبالتالي على هذا الأساس تلاحظ بأن الطائرات المسيرة تغطي نوعا ما إقليم دونباس، المناطق الجنوبية من أوكرانيا، وأيضا من هذه المنطقة يستطيعون مهاجمة كييف ويغطون أوكرانيا بأكملها بالطائرات المسيرة متى ما تحصلوا على شحنات الطائرات المسيرة التي يبحثون عنها، وبالتالي يشكلون خطرا على هذه المنطقة. بل إن CNN الأمريكية نشرت هذه الصورة التي تعتبر أكثر توضيحا لما شاهدناه الآن من الصورة التي نشرتها طبعا الأسوشيتد بريس. وطبعا يجب أن نتذكر بأن سكاي نيوز البريطانية أكدت بأن نقطة أخرى هنا وهي أستراخان هي أيضا تنقل لها إيران السلاح والذخيرة وغيرها وحتى الطائرات المسيرة، ولكن بشكل عام الفكرة واضحة، وهذا يوضح بأن هذه المنشأة حتى الآن لم تكتمل، لم تبدأ بالعمل، ولكننا قد نكون قريبين تماما من أن روسيا تحصلت على هذه التكنولوجيا وقد تطورها وتستفيد من هذا الأمر إيران. ولكن ما الذي ستستفيد منه إيران؟ هل هي فقط الطائرات المسيرة أم أن هناك صفقة ما تحصل عليها إيران بالإضافة للمال والأموال الذي يعتبر جزءا من هذه الصفقات للسلاح طبعا المهمة للغاية؟ جاء جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي مرة أخرى ليؤكد، وقال روسيا عرضت على إيران تعاونا دفاعيا غير مسبوق بما في ذلك في مجال الصواريخ والإلكترونيات والدفاع الجوي. ويجب أن نتذكر بأننا كنا قبل أيام قليلة من إعلان كبير
تطوير إيراني صاروخي لصاروخي فتاح، صاروخ فرط صوت هايبرسونيك ميسل يصل مداه إلى 1400 كيلومترا، وهو قادر على المناورة بشكل عال للغاية. وهذا طبعا يوضح أن هذا الصاروخ وصل لإيران وظهر في إيران فجأة بعد أقل من سنة ونصف من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. واضح تماما بأن كيربي يتحدث عن الصواريخ، صفقة كبيرة، إلكترونيات، دفاع جوي، وها هي إيران تعلن عن واحد من أهم الصواريخ على الإطلاق وهو صاروخ فتاح. وطبعا إذا ما حاولنا أن نلقي نظرة على طبيعة المنطقة التي انطلق منها الصاروخ أو جرب بها الصاروخ عند الإعلان، سنكتشف بأن هنالك رسالة كبيرة قد تكون من إيران قادمة في ظل المناورة التي قامت بها بهذا الصاروخ من الكاميرا الخاصة، صورت ونظرت إلى ثلاثة نقاط موجودة في هذه المنطقة التي طبعا انطلقت منها. وإذا ما ألقينا نظرة سريعة من المنطقة التي انطلقت منها، هي انطلقت طبعا من هنا، وسنجد بأن هنالك نوع من الحجارة المميزة وبأن هنالك مطارا واضح ترابي ليس مطارا مكتملا، على شكل مطار أو مدرج ترابي بالأحرى، هذا هو الأصح في حقيقة الأمر، بأننا أمام نقطة كالمدرج قد انطلق منها هذا الصاروخ. وأيضا في نفس الوقت في لقطة أخرى ظهرت منطقة مزروعة بهذا الشكل المميز والمتفرقة طبعا، وأيضا هنالك مثل المنطقة الموحلة وكأنها وحلة وكأنها منطقة مميزة مرتبطة بهذه المنطقة المزروعة، وهذه كانت هي اللقطة الثانية بعد الانطلاق من المدرج الترابي الذي يأتي هنا. بالتالي نحن أمام نقطتين متصلتين هنا بهذا الشكل، وأيضا أمام المدرج إلى اليمين، وأيضا كانت اللقطة الثالثة والتي ستعطينا التأكيد بأننا أين من الممكن أن نكون. سنلاحظ بأننا أمام طريق يأتي كزاوية، هنا زاوية وفي هذه الزاوية كما نلاحظ بهذا الشكل بأن هنالك نوع من أيضا المنطقة المزروعة بهذا الشكل المتفرق والمميز. النقطة التي أشرنا لها قبل قليل هي هذه، ويعني أن المدرج هنا بهذا الشكل، بالتالي يجب أن نبحث عن هذه العلامات. هي ببساطة الأمور بهذا الشكل. وبالتالي إذا ما اتجهنا إلى القمر الصناعي، وطبعا سنلاحظ واحدة هنالك عدد من العلامات التي ممكن أن نصل من خلالها إلى صاروخ فتاح، فهذه المنطقة أصبحت ملتهبة للغاية، مضيق هرمز، الخليج العربي، خليج عمان، وكذلك بحر العرب. هذه المنطقة فيها الكثير من التفاصيل التي جرت مؤخرا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وحتى إيران وإسرائيل. وفي نفس الوقت إن المنطقة هنا باتجاه خليج عمان و بحر العرب سبق وأن تم تجربة العديد من الصواريخ الجديدة الخاصة بإيران، وهذا ما يرشح بأننا قد نكون أمام هذه المنطقة تحديدا، وخاصة إذا ما اتجهنا إلى إحدى القواعد التي تراقبها الولايات المتحدة الأمريكية عن كثب، هي قاعدة تشابهار للطائرات المسيرة. طبعا بالتوقف هنا فإن هذه قاعدة تشابهار التي توجد فيها العديد من المناظر الخاصة بالطائرات المسيرة، وطبعا هي مراقبة بالقرب منها بهذا الاتجاه في هذه المنطقة المفتوحة. هنالك نوع من النقاط المزروعة بنفس الشكل الذي رأيناه طبعا من هذا الصاروخ الذي انطلق، وعندما طبعا تقترب من هذه المنطقة المفتوحة القريبة من هذه القاعدة للغاية، ستجد فعلا بأننا أمام العديد من الإشارات لهذه المنطقة المزروعة بهذا الشكل البسيط للغاية وسط الصحراء. ولكن ها نحن أمام مدرج ترابي كما تلاحظ بهذا الاتجاه، وهذا المدرج فيها عدد من العلامات المهمة التي ستلاحظها، حجارة طبعا إلى اليمين، طبعا هي من إلى الشمال كما رأيناها في هذا الصاروخ، وأيضا منطقة مزروعة ومنطقة كأنها وحلة كما تحدثنا أو موحلة بهذا الشكل، وبالتالي هي مرتبطة بالمطار أو بالمدرج عفوا. وبالتالي نحن إذا اتجهنا إلى الشمال قليلا فيبدو بأننا أمام نفس هذه المنطقة التي تحدثنا عنها قبل قليل ورأيناها، ولكن يجب أن نتأكد، يجب أن ننسحب قليلا لنرى النقطة الأخيرة والإشارة الأخيرة التي تحدثنا عنها عن الطريق الذي يأتي على شكل زاوية، وها نحن فعلا أمام نفس المنطقة تماما التي تحدثنا عنها. كل شيء متطابق مع هذه المنطقة التي تأتي علاماتها صعبة، ولكنها توضح أن الصاروخ بالضبط كانت التجربة الخاصة به قادمة من هنا وانطلق بالضبط في هذه التجربة من هنا، أي أنه يأتي على خليج عمان. هذه هي طبعا مرة أخرى نرى صاروخا جديدا يجرب هنا، أي بالمعنى الأصح بأنها من هنا بالضبط قد انطلق هذا الصاروخ. وهذه المنطقة يجب أن ننتبه إليها، الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا كانت لديها عدد من التحركات التي جاءت في هذه المنطقة، على سبيل المثال رأينا غواصة نووية، رأينا على سبيل المثال حاملة للطائرات أمريكية في هذه المنطقة، أيضا
كانت هنالك ناقلات إسرائيلية للنفط، وسبق وأن استهدفت طبعا من قبل الطائرات المسيرة الإيرانية وتحديدا من طائرات شاهد 136. وبالتالي المسألة خطيرة للغاية، وأن تجربة مثل هذا الصاروخ، صاروخ فرط صوت بهذا الاتجاه، هو أيضا لا يعتبر فقط تجربة وإعلان عن القدرات الإيرانية الآن العالية، بل أننا سنستخدم أيضا التكنولوجيا الروسية الآن في الشرق الأوسط، وبأننا قادرين الآن على عملية تهديد أي شيء ممكن أن يوجد أو يهددنا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو من أي دولة أخرى. هنا الأساس، إذن لماذا الولايات المتحدة الأمريكية كشفت عن هذه المعلومات التي نتحدث عنها، عن الأسوشيتد بريس، عن هذه المنشأة لصناعة الطائرات المسيرة؟ ما الفائدة في الأساس من هذه القضية؟ طبعا جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قال هي لفضح إيران ولفضح روسيا مما يقومون به، وطبعا هذا قد يهيئ لعقوبات وضغط إيراني كبير، خاصة وأن هنالك ضغط كبير تتعرض له القوات الأوكرانية في ظل الهجوم المضاد الذي تقوم به، فالطائرات المسيرة كجزء دفاعي تهاجم بهذا الشكل القوات الأوكرانية التي تستخدم المدرعات الأمريكية، المدرعات الخاصة طبعا بحلف الناتو كما تلاحظ، هي تستهدف، هذه ليست طائرات شاهد 136، هي طائرات روسية، ولكن شاهد 136 ممكن أن تكون مهمة للغاية، خاصة إن تمكنت روسيا من صناعتها. لاحظ أنها تستهدف الدبابات، دبابات الليوبارد، هجوم مضاد أوكراني من المفترض أن يكون سريعا وقويا وناجحا، ولكن المفاجأة الكبيرة أن الروس كانوا متجهزين بشكل كبير، إلى درجة أن بيلد الألمانية تحدثت بشكل واضح بأن الروس يدافعون أفضل مما توقعناه، أفضل مما كنا نحسب له من حسابات. وطبعا هذا يأتي لسبب مهم للغاية، وهو سبب طبعا ذكي جدا من قبل الروس، بأنهم حسبوا حساباتهم في منطقة زاباروجيا هنا، عارفوا تماما وجمعوا الكثير من المعلومات عن عملية تجمع القوات الأوكرانية في هذه المنطقة طبعا مقارنة بأي منطقة أخرى، وخلقوا خطوطا دفاعية قوية جدا حتى على التماس مع القوات الأوكرانية، وبالتالي هم متجهزين تماما ويعرفون تماما أن الأوكرانيين سيبحثون عن التقدم في هذه المنطقة، لذلك الخسائر الأوكرانية ليست بالقليلة أبدا. ولكن في نفس الوقت وزارة الدفاع البريطانية، معهدي أو مركز دراسات الحرب الكريتيكال ثريتس أو حتى ريبار الروسي، كان قد تحدث بأن الأوكرانيين رغم كل الخسائر التي تعرضوا لها إلا أنهم يتقدمون، وطبعا التقدم يأتي في نقاط مهمة للغاية بدأت تظهر هنا. على سبيل المثال إذا ما عدنا طبعا إلى تاريخ، نحن الآن في 9 يونيو كما تلاحظون، إذا ما تقدمنا قليلا في التاريخ ستلاحظ بأن الأمور نوعا ما قد تغيرت بالنسبة للأوكرانيين. هذه هي أولى عمليات الانطلاق للأوكرانيين مع هذا الهجوم، أصبحت المنطقة رمادية، وبعدها أصبحت كما تلاحظ في 10 و 11 يونيو، وطبعا قبل ساعات من الآن جاءت اللقطات بهذا الشكل لتوضح أن القوات الأوكرانية قد نجحت من التقدم هنا ومن التقدم هنا بالنسبة للقوات الأوكرانية. لاحظ كيف أن الأمور، يعني لو جئنا إلى هذه المنطقة ستلاحظ بأنك أمام فعلا تقدم بدأ يظهر بهذا الشكل للقوات الأوكرانية في هذه المنطقة. وأيضا التقدم الآخر الذي ظهر للقوات الأوكرانية مرة أخرى هو يأتي بهذا الاتجاه، إذا ما عدنا قليلا الآن إلى 9 يونيو ستلاحظ بأنك أمام تقدم أيضا يأتي باتجاه فاسليفكا، وهذا هو التقدم. لاحظ كيف أن التقدم قد جاء في هذه المنطقة، وهذا كله يوضح أن القوات الأوكرانية خطيرة للغاية في الفترة القادمة بالنسبة لهذه المعركة على القوات الروسية. وأصبح واضحا أن الأوكرانيين من خلال التقدم الذي حققوه هم يهددون ماريوبول هنا، وأيضا أنهم يبحثون عن الوصول إلى فازليفكا، إلى توكماك، وإلى ميليتابول، وبحر آزوف هو تحت الخطر. ولكن القوات الروسية تحقق دفاعا كبيرا للغاية، وهيئت بشكل كبير لهذه المعركة، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تفعل كل شيء هي والغرب من أجل فضح إيران، من أجل الضغط على الصين، من أجل الضغط على الجميع، من أجل تخفيف القدرات الروسية قدر الإمكان، وإنجاح الهجوم الأوكراني الذي يبدو بأنه بدأ في مراحله الأولى كما تحدث فلاديمير زيلينسكي.